لحاله ما تحسنيش، هي حاله مستقره، اتوقع خروجها بكره ان شاء الله. يعني يعني كلها اصابات متوقع يعني علاجها ان شاء الله؟ لا كلهم خرجوا يعني، كل الحالات خرجت ما عدا حاله مستقره يعني 24 ساعه تحت الملاحظه، متوقع خروجها بكره الصبح ان شاء الله. أشكرك جزيلا دكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف. 10 إصابات حصيلة أحداث النهاردة ولا وفيات. طبعا قضية الإسكندرية اللي كنا بنتابعها واللي ركز مراسلنا في الإسكندرية على أنها كانت غالبة على تظاهرات النهاردة على عكس المظاهرات في بقية محافظات الجمهورية اللي كانت بتسلط الضوء بشكل رئيسي على رفض قانون التظاهر وتحديه كمان. الملاحظ في قضية فتيات الإسكندرية أنها أثارت اللغط والجدل حتى في ما بين الأطراف الغير مؤيدة لتنظيم الإخوان، وده لاعتبارات إنسانية تتعلق بسن الفتيات دول، تتعلق بقسوة الحكم والجدل اللي تم حول ما إذا كانت هذه الأحكام كانت مجتمعة أم لا. الأمر طبعا تم توضيحه بما أن الفتيات اللي كانوا بينضموا إلى حركة اسمها حركة 7 الصبح بالفعل يعني كان الحكم عليهن ب 11 سنة لكل فتاة، لأن كل فتاة كان عليها حوالي 4 قضايا: تهم قطع طريق، تهم بلطجة، تهم إتلاف ممتلكات خلال المشاركة في مظاهرات الإخوان. الجديد في الأمر إن كان في مطالبات للرئيس عدلي منصور بإنه يصدر عفو رئاسي على الفتيات بموجب صلاحياته كرئيس للجمهورية عقب انتهاء إجراءات التقاضي، والأمر ده يجب الالتفات ليه، هل هو واحد من الحلول السياسية اللي ممكن تكون نموذج للتعامل يفيدنا في المرحلة اللي جاية؟ قضية يجب التوقف عندها. ودعونا نتابع مع الأستاذة سكينة فؤاد مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة. مساء الخير يا فندم. أهلا أهلا بحضرتك. يعني حضرتك كنت واحدة من الذين تصدروا هذه المطالبات لرئيس الجمهورية. السؤال يعني اللي هيكون منطقي في البداية هو لماذا الأمور تبدو طبيعية، لأن طبعا هؤلاء الفتيات كما ذكرتي في تصريحات مغرر بعقولهن وصور سنهن وكل الأمور المتعلقة بالاعتبارات الإنسانية، لكن هل نقدر نعتبره حل سياسي لجوء رئيس الجمهورية إلى العفو عنهن ممكن يفيدنا في المرحلة دي؟ يعني شوفي بالطبع احنا يعني النظام الجديد رئاسة الجمهورية تأخذ بكل ما يتناسب مع القيم والأخلاقيات المصرية وسيادة القانون وتقدير ظروف فتيات، رغم أن يعني أنا عايزة أسمع مقارنة بين السعي للإفراج وللعفو عن الفتيات، وطبعا أنا يعني عن الفتيات أنا لسه مش عارفة الحقيقة، لا أعرف ما أدى إلى هذا الحكم، ما هي يعني أنا أحاول أن أحصل على ما أدى بالمحكمة، واحترامي كامل لسيادة القضاء ولعدالة القضاء ما أدى إلى هذا الحكم. وإنما وعد السيد رئيس الجمهورية باتخاذ كل ما يعني المطروح والأفضل بالنسبة لهذه المجموعة من الفتيات المصريات يعني يعبر عن ما يؤمن به هذا النظام، النظام الثورة 30 يوليو من إيمان بالقيم المصرية، من محاولة لجمع الشمل المصري، من رعاية لهذه الأجيال حتى المختلفة مع النظام. لكن أنا عايز أعمل مقارنة من خلال البرنامج، وأنا أسمع الآن وأتابع ما جرى اليوم في شوارع مصر، ما جرى اليوم من إتلاف، من إحراق، من تدمير، من عنف. ايه ده؟ ايه ده؟ احنا يعني يعني انا زي ما قلت ان انا سعيد واظل اسعى ضمن الاصوات الداعيه لصدور عفو رئاسي، وان ان السيد رئيس الجمهوريه يرحب بكل ما يجمع الشمل المصري، لكن انا عايز اقول هل مصر تحتمل هذا؟ تستحق هذا؟ ممكن ده يخلينا نسأل يا فندم، هل
يعني سعي حضرتك والجدل اللي اثار والرفض لهذا الحكم اللي شافه مجحم ممكن يستغل بعد كده في قضايا مشابهه؟ احنا بنشوف يعني من يتحدى قانون التظاهر هناك حاله من تفعيل القانون وبالتالي يقبض على المشاركين في التظاهرات، ممكن تستغل قضيه زي قضيه فتيات الاسكندريه في تكرار المثال بالعفو الرئاسي مثلا؟ لا اظن هو وضع الفتيات وسنهن وال يعني الملابسات التي ستتضح اكثر. انا بتكلم يعني ما يتم اليوم، ما يعرض اليوم، ما انتب عرضه، ما تتكلم، ما الصور التي لا تكذب، الصور الناطقه بالصوت والصوره، هذا ماذا نطلق عليه؟ ماذا نطلق عليه؟ انت مختلف مع النظام الجديد، لك حق هذا. هل هذا يبرر لك أن تدمر وتحرق وتعطل وتوقف الحياة وتروح؟ يعني أنا أصل مقاربة هذا بذلك لا يمكن، لا يمكن، لأن إحنا اعتبارات إنسانية، اعتبارات الفتيات سنهن، أنا أعتقد أنهن يعني استخدمنا أو ضللنا أو لا أثق أن هناك من ينتمي انتماء حقيقي ومن هذه الأجيال أنها تنتمي لبلد، أن تحافظ على بلد، أن تختلف مع نظام في بلد ولا تحرق بلد. إنما في قضايا في هذا يعني في القانون الآن، القانون الذي لم يصدر من أجل مصادرة حق التظاهر ولكن لتنظيم حق التظاهر، ولم يصدر من أجل مصادرة حق الشباب الثوري المحترم الذي كان يعني إيه من أعمدة هذه الثورة 25 يناير و30 يونيو. هذا الشباب لا يمكن إنكار دوره ولا يتصور أن هذا القانون لكسر إرادته، لأن لا أحد عاد ولا أي شيء يستطيع أن يكسر إرادة هذا الشعب وشبابه وثورته وكل. إنما لماذا هذا القانون الآن؟ لماذا؟ لأن عشان تحمي ثورتك، عشان مخطط الإرهاب، عشان ولا في أي شك في أن مصر الآن داخل مخطط تنظيم دولي، وكمان في سبل قانونية للاعتراض على هذا القانون حتى لما سلام دي مش. لكن أنا عايز أقول لمن يختلف من الشباب ويغضب، وأنا أقدر غضبهم وأقدر أن كثير من يعني القصاص لدماء زملائهم وأبناء مصر الأعزاء، نتائج التحقيقات، تقارير تقصي الحقائق، كل هذا كان يجب أن يتم، هناك أخطاء دون شك. ولكن المرحلة مرتبكة والضغوط شديدة وأخطرها. يعني أنا عايز أقول لما يكون في لا قدر الله حريق سيأكل بيت، أقف أتخانق وأقول ده صح ولا ده غلط؟ لازم أصحح، بس أعدي هذه الفترة، بس أطفئ نيران المؤامرة والتآمر عليك وعلى ثورتك وعلى بلدك وعلى استقرار بلدك، وأسقط المخطط اللي عاوز بلدك تتقسم الله. أنت هذا يجب، أنا أنادي على هذا الشباب المحترم الأمين والوطني، لا تتصور أن هذا القانون لكسر إرادتك، لأن لا أحد عاد يستطيع كسر إرادتك أبدا، ولكن هذا القانون لحماية ثورتك، لحماية بلدك، لحمايتك أنت. والمشهد اليوم يشهد أن هل هذا تظاهر؟ هل هذا تظاهر؟ سؤال مشروع أستاذة سكينة، وإحنا هنطرحه في يعني شق أمني في وقفة حوارية خاصة لنا اليوم من القاهرة. أشكرك الأستاذة سكينة فؤاد مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة، النائب العام كلف المستشار هشام بركات كلف مكتبه الفني بدراسة قضية اتهام ضابطين بالاعتداء على أحد أعضاء النيابة العامة أثناء مروره بأحد الأكمنة الأمنية. طبعا دي واحدة من الأمور اللي يجب التوقف عند سير التحقيقات فيها، لأنها واحدة من الأمور التي تثار عند الحديث عن تجاوزات الشرطة وكيفية التعامل معها. المتابعة تكون من خلال المقدم طارق سيري المتحدث باسم نادي ضباط الشرطة. مساء الخير يا فندم. أنا فندم مؤسس نادي ضباط الشرطة. مؤسس نادي ضباط الشرطة، نعتذر لحضرتك. طيب المفروض ان النيابة قررت حبس الضابطين 4 أيام احتياطي على ذمة التحقيقات، ده بيشير الى ايه في سير القضية والواقع كلها، شايفها حضرتك ازاي؟ طبعا هو بيتحفظ وهو بيتكلم في موضوع زي ده لانه ليه حساسية خاصة
في وقت احنا فيه كنت بسمع الاستاذة تتيها فؤاد في بس الحاجة الاستقرار والهدوء طبعا، ويعني نحاول ان احنا نعمل اقصى جهد لينا ان احنا نبعد عن الفتنة واثارة المشاكل. واحنا الاثنين ما فيش اختلاف على هدفنا سواء الهيئة القضائية او وزارة الداخلية، هدفنا في النهاية هو امن مصر والمواطن وامن المواطن بشكل عام والتقدم بهذه الدولة. هوصف الموضوع في انه يحتاج الى بدون الدخول في تفاصيل المشكلة ذاتها. انا بتكلم في قاعدة اللي هي موجودة في القانون، لا للتعسف في استخدام السلطة. الموقف متكرر اكتر من مرة ان حصل ان يحصل مشكلة بين وكيل نيابة يكون طرف المشكلة مع ضابط شرطة ويصدر حكم بحبس الضابط. بس هي الفكرة انه المرة دي في اتهامات بالاعتداء بدنيا ووضع خيوط حديدية على يعني عضو النيابة العامة. في اتهامات للطرفين وفي وهيحولوا للطب الشرعي اللي هيحسم هذا الامر. يعني هو وكيل النيابة بيتهمهم بالاعتداء عليه وهم ايضا بيتهموه بالاعتداء عليه. نعم. انا بتكلم في حته ان لا يجوز ان يكون هو الخصم او الخصم والحكم. ما ينفعش يبقى هو الخصم والحكم. واتمنى ان مثل هذه الوقائع تعرض على المحامي العام ليصدق على احكام الحبس للضباط بعد فحص الامر، لان ما ينفعش ان زي ما قلت حضرتك يبقى حكم وخصم في ان واحد. واتمنى ان يعني الحاجات اللي بتحصل من بعض صغار الضباط او كلها النيابه نتيجه قله خبره او كده، الظروف لا تتحمل يا جماعه مثل تلك المحاضرات. احنا ايد واحده شرطه وجيش يعني كان الظروف لا تتحمل، وده بيلقي بالاتهامات على كيان الشرطه باكمله مع الاسف. انا بشكرك لضيق الوقت المقدم طارق يسري مؤسس نادي ضباط الشرطه، بشكرك جدا يا فندم. وموجز لاخر واهم بالانباء، موجز الحادية عشرة نتابعه مع اشرف عبد العاطي، ثم نعود لنبدا اولى حواراتنا اليوم من القاهره. جمعه في حاله من الترقب لشكل وحجم مسيرات انصار تنظيم الاخوان، وهذه الجمعه كانت شديده الخصوصيه بما انها اول جمعه بعد اصدار قانون تنظيم التظاهر، وخصوصا بعد الاحداث التي رايناها امام مجلس الشورى. شكل التعامل الامني كما كان متوقعا مضى في تفعيل قانون تنظيم التظاهر، وبما ان هذه المسيرات وهذه التظاهرات لم تكن باختيار رسمي وفيها تحدي لهذا القانون، تم التعامل معها امنيا وقانونيا بالشكل المعتاد، بالفض عن طريق الغازات المسيله للدموع وعن طريق خراطيم المياه. لكن المشهد بمجمله بعد القبض على 183 شخص اليوم على مستوى محافظات الجمهوريه ممن اتهمتهم السلطات باثاره الشغب، الى اي مدى يشير من الناحيه الامنيه والى اي مدى يشير فيما يمكن ان نشهده في الأيام المقبلة، خصوصا أن المشهد كان الأكثر اشتعالا اليوم كان في منطقة الهرم، ووصل مدى العنف إلى حد إحراق نقطة قسم الطالبية. وهذا الأمر بالتأكيد إذا ما كان متوقعا فإن شكل احتواء الأمني أيضا من المهم النظر فيه في هذه المرحلة اللي بتشهد اعتراضات من قبل تيارات غير إخوانية على قانون تنظيم التظاهر. معي للحديث عن المشهد أمنيا اليوم في ختام يوم الجمعة سيادة اللواء محمد زكي مساعد وزير الداخلية الأسبق، أهلا بك سيادة اللواء. أهلا بحضرتك. خلينا مع مشاهدينا أولا نتابع تقريرا يرصد لأحداث اليوم والمسيرات ونقاط الاشتعال النهاردة سواء في الهرم أو في محيط قصر القبة. فيما اعتبره الكثير من المراقبين اختبارا صعبا لقوة القانون وآليات تنفيذه بعد إقرار قانون تنظيم الحق في التظاهر، قام مئات النشطاء السياسيين دون إخطار مسبق لوزارة الداخلية كما ينص القانون بتنظيم تظاهرات أمام مجلس الشورى هذا الأسبوع للاعتراف